هدية من سعادة البيه، ربنا يعمر بيته. وانت من امتى بتلبس لباس شفتش ومخطط؟ خدته منه عشان ما يصحش اكسفه، ده مهما كان راجل خيره علينا وبيحبنا. ساكتة ليه ما تردي؟ بكلم نفسي ثانية ولا ايه؟ قلبي مش مرتاح للراجل ده. الراجل ده اللي معيشنا في نعيم. يغور النعيم اللي من وشه. وبعدين يا عبده دي مش ريحتك. ابا انت هتشميني هدية؟ بقى كده؟ طب شميني على حالك. اكتب يا بنت. علينا كتير قوي يا شيخ شاكر. اكون عندكم لما يبقى في ضروره ملحه. ابننا طه الشاذلي اللي كلمتك عنه ان شاء الله هيرتاح معانا. الشيخ بلال امير المعسكر المسؤول عن الاعداد والتنفيذ، ان شاء الله هتبقى امانه في رقبته لحد ما يجهزك لتحقيق مراده. يا ابن البكري. طبعا طبعا. ازيك يا فوزي؟ ازيك يا فوزي؟ اهلا يا باشا. ممكن ننقل مع الترابيزه؟ طبعا طبعا. تعال بينا يا عزام. ايه خير يا باشا؟ يقول لك الترابيزه دي مش متامنه كويس، شوفوا لنا الترابيزه. امن بقى. على فكره الاستجواب بتاعك في المجلس امبارح كان كويس قوي، كان حلو. انا قلت للجماعه بتوع التلفزيون يزعقوا لك، ما اتفرج على نفسك. على فكرة نسيت أقول لك مبروك يا حاج. الله يبارك فيك، بس على إيه؟ على توكيل العربيات. ربنا يسمع منك. ده لسه كلام. الجماعة بتوع اليابان بيكملوا بياناتهم وتحرياتهم. شايف أبوك يا فوزي؟ ثلاثة بالله العظيم ما في ورقة اتمضت يا باشا. مريانة. إيه يا حاج عزام؟ أنا اسمي كمال الفولي، مفيش حاجة في البلد تخفى عليا. دي حاجة معروفة معاليك، وربنا يديم المعروف. اتفضل. ربنا يتمها على خير. العقد ده هيدخل لك 200 مليون جنيه في السنة على الأقل. ودي لقمة كبيرة عليك أوي يا حاج. ممكن تتحشر في زورك، تزور. طب أفهم معنى الكلام؟ إحنا عايزين الربع. ربع إيه؟ ربع الأرباح. طب بس مش هفهم الاول انتوا مين؟ ايه يا حاج؟ ده انا بقول عليك ابن بلد وداير. قصدك ايه؟ انا مش لوحدي يا حاج عزام.
انا معايا ناس كتير قوي، بس زي ما بتقول كده ما يحبوش يظهروا في الصوره، اعتبرني مندوب. شعب محترم ما يقبلش بقله الحياه. ايه اللي عاجبك يا باشا في الكلام الفاضي بتاع الراجل ده؟ استنى لما تشوف الزمن وهو بيخيب. يبقى ام احمد برات مش اخلعه عيانين مش عارف جايبينهم منين. ودلوقتي التلفزيون في كل بيت، وفي كل بيت في بناتنا واولادنا وستاتنا، فلا بد. انت اصلك بنت امبارح. العضو المحترم اللي كان بيتكلم ده كان بيمسح جزم على ناصيه الشارع. انت بتشرب كتير قوي يا باشا، وكمان بدري قوي، ناس بتشرب في الليل المتاخر. ده احنا بنتسلى، تشربي معايا؟ لا يا باشا شكرا. عمرك ما شربتي؟ عمري، والافلام اللي بنشوفها في التلفزيون علمتني. عايز نشرب حاجه اصفره؟ بص انا هديك فكره، هو في الاول بيبقى مر قوي، بس بعد كده بيخلي الواحد مبسوط. والله لو قلت لي ايه؟ خساره. ولا خساره ولا حاجه. انا قصدي يعني خساره على الفرق اللي بيننا وبين الخواجات. الخواجات بيقدروا الخمره ويعزوها، احنا هنا بنقدر الحشيش. فرق كبير بين الاثنين. يا زكي باش انا لا ليا في ده ولا ليا في ده، حضرتك اللي عايش زي الخواجات. بصي بقى، لو كنت غالي عندك بلاش حضرتك دي، ها؟ أي نعم أنا راجل كبير، بس ما تقعديش تفكريني كل شوية، ها؟ قولي لي يا زكي. هقول يا زكي باشا. زي بعض. اللي أنا عايز أقوله إن عيشة الخواجات ما هياش بدعة، أنا كنت واحد منهم. أنا عشت وتعلمت في باريس. باريس أنا أعرفها زي ما بعرف القاهرة بالظبط. بيقولوا باريس حلوة. إلا حلوة. باريس هي الدنيا. طب وسبتها ليه؟ كنت تفضل هناك؟ فقري. أو زي ما بتقولي كده يعني خيابة أو اسمه ونصيب. شكلك كده عايزة تسافري، ها؟ يا ريت. تحبي تسافري فين؟ أي حتة بعيدة عن المخروبة دي. أنت بتكرهي بلدك؟ وأنا شفت منها حاجة حلوة عشان أحبها. حسينة، أنت فعلا فقيرة، بس الفقر عمره ما كان له علاقة بالوطنية. وطنية إيه يا زكي باشا؟ وأنا لوحدي اللي عايزة أهج؟ ده كل الناس. عارف لو كانت الدنيا زي زمان، زمان قوي قبل ما يخترعوا الجوازات والتأشيرات، كان كل أهل البلد خدوا في وشهم وسابوها. اللي ملوش خير في بلده ملوش خير في حد. علشان حضرتك عايش فيها باشا. أنت إيه مشاكلك؟ الست أختك متخانقة معاك؟ وإيه يعني؟ الدهور والبيع اللي مش لاقيين ياكلوا هم وعيالهم. الناس اللي دايرة بتلف في الشوارع بتدور على شغلانة ومحدش معبرها. الناس اللي مستحملة الذل والإهانة سواء وهي قاعدة ولا وهي ماشية. أنت أصلك بتمشي في شارع سليمان. بس اختف رجل لغايه اي حته تانية وشوف اللي بيحصل. يا باشا مصر بقت قاسيه قوي على اهلها، عشان كده الكل عايز يسيبها. مش كره فيها، بس ما حدش قادر يتحمل ظلمها. انت ايه اللي خلاك تقومي تقفي؟ عشان في الشغل. كان شايفها وانت قاعده؟ على العموم انا السبب في العكنانه دي، عشان فتحت الموضوع الغامق ده. بصي أنا هطلعك من المود ده خالص.